أعوذ. الشيطان الرجيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. قبل شوية اللايف ضرب وضربوا الحساب، يعني اتحذف مرة واحدة وكده، وشغل اللي من جبالهم يعني، فربنا سبحانه وتعالى يعني يسر الأمر وطلعنا ليهم قبل ما نضربوا اللايف ده. الناس لسه ما متيقنة من الانتصار وشاكة يعني، واحنا والله في الجيش ده واصغين بإذن الله، وفي المستنفرين واصغين، في المقاومة الشعبية واصغين، وبإذن الله يعني شفنا حس خلال الساعة دي بس من ضربة اللايف ده لحد ما ده ظهر، شفنا الاحتفالات نحمد الله على نعمة الانتصار، ونحمد الله على نعمة الصبر، ونحمد الله على نعمة الثبات، ونحمد الله على نعمة انه احنا بنقول الحمد لله. الفريق اللي بيقول الحمد لله، انا اتكلمت في اللايف الفات ده ما اكتر من 3 دقايق واللايف اتحذف قبل ما يتم كلامي. واحد مشى كتب منشور قال الانصراف السخيف محمل المسؤولية للمواطنين. يا أخي اتقي الله يا أخي، أنا بتاري اتكلمت أصلا، وسبحان الله لما دخلنا بحساب تاني في الصفحة اللايف الفات قاعد، فشوف إن أنا كنت بقول في شنو.
انا قاعد اقول لكم يا اخواننا، الايه كنت بشرح فيها انه الناس قالوا دارين يقاتلوا في سبيل الله، وقالوا لربنا اجعل لنا ملك نقاتل في سبيل الله، بعد ما جعل لهم الملك والقياده واستنفروا بقوا مقاومه شعبيه، قالوا لهم اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. ده الحاصل، انه الناس بتسمع الاعلام. المعركه دي يا اخواننا هي قلنا بنخوضها مع 17 دولة، بنخوضها مع 8 دول جوار، بنخوضها مع اخوانا قبضتوهم وشفتوهم الان في سنار، وشفتوهم الان في سنجة، سنجة دارين الناس يمرقوا. هي معركة الدعم السريع شنو؟ اخلاء البيوت. انت لما تعمل لي الحاجة دي ما اديته الدايره. 4 5 يوم اللي فاتت بنقول الناس قبل ما تركب عربيتها تهرب من سنجة، قبل ما تركب عربيتها تهرب من سنار، امشي بس الحامية اتاكد انه هو القيادة دي قاعدة ولا ما قاعدة. الغلط ده حسي الليلة لما يقولوا لك والله سنجة يا اخي القيادة والفرقة 17 ما كان فيها جيش، اكتشفتوا حسي يا مواطنين؟ اكتشفتوا انه ما في جيش حسي؟ ما هو امبارح انا بقول الناس تمشي، انت ليه ما عملت الحاجة دي؟ بعد ما تعملها تتاكد انه ما في جيش اطلع. خلينا نغير خطابنا ذاته مع الدولة، خلينا نخاطب المعتمد بتاع سنجة ووالي سنار، ونخاطب الإدارات والعمد إنه يطلعوا يعملوا إجلال المواطنين. لو الوضع سيء للمرحلة دي، وإحنا قبل يومين اكتشفنا إنه والله الفرقة ما فيها ناس، الفرقة ما فيها زول، إحنا كنا حنخاطب الإدارة الأهلية، ونخاطب المعتمد، ونخاطب الوالي إنه يجيبوا بصات يطلعوا المواطنين. لغتنا كانت اتغيرت، انت ساكت ليه طيب؟ ما وريتنا. انت اتفاجأت وجيت اتفاجأت انا الليلة معاك، واتفاجأ الحيوان اللي مشى كتب المنشور ده حسي. قال الانصراف يحمل المواطنين، ما هو في النهاية الحصل شنو؟ خاضوا المعركة معانا اعلاميا تاني. انه والله سنجة سقطت، سنجة ما سقطت. سنجة ما سقطت، الدعم السريع عمل التفاف دخل سنجة. اشرح ليك هسي خطة عسكرية استخدمت الدعم السريع وليه كان لازم يدخل سنجة، أنا بشرح لك بعد شوية. لكن إحنا كلامنا في اغتراف الغرفة دي، بعد ما الناس ثبتت وتيقنت وثبتت سنار ومعانا قياداتنا ومعانا قادتنا، قال الانصراف يحمل المسؤولية للمواطنين ولا يحمل المسؤولية للجيش. بسم الله الرحمن الرحيم، ما تكلمت لسه أنا. الكلام اللي أنا بقوله للقيادات بتاعت الجيش أنت ما بتقوله طبعا، وما معناها انك مسكت كلاش انت حتبرئ ساحتك يا موسى. انت دعامي من يومك، 6 شهور في المعركة دي ما كنت محايد، 6 شهور دي ما قاعد في الكلاب هاوس مع فرس النهر بتتكلم ليه عن التعايش، وبتتكلم ليه عن اولاد عمنا، وتتكلم ليه عن القبائل. انت ما لف في كدمول ولا الليل لف في كدمول، لا استفدت من الترابي اذا علمت تلف عمته ولا اتعلمت تكذب زيه. بالمناسبة حسيت انت مش مستنفر الفتح الاستنفار ده، لانه واحد اسمه الانصراف السخيف ده اتكلم مع القيادة واجبر البرهان انه يعلن الاستنفار. وامشي شوف الاعلان بتاع الاستنفار، الناس كلها بيقول لك تحت صرفة في الارجاء. انا اللي عملت الحاجة، خليتك تبقى راجل وما حتبقى راجل، انت ما حتبقى راجل. لكن لو رجعت لللايف بتاع امبارح بتلقاني بقول للبرهان وكباشي اقالة قائد الفرقة في سنار ربيع، اللواء ربيع، ليه 4 يوم بقول للزول ده يمشي يمشي الشارع، حصل ولا ما حصل؟ انت بتقدر تقول كلام زي ده؟ بتكلم عن الفرقه بتاع الشندي، والليله اللي حصل في سنجه لانه ناس شندي امبارح ما سمعوا الكلام، ولانه ناس شندي اول امبارح ما سمعوا الكلام، يتحملوا المسؤوليه دي في شندي. هتقول لي علاقتهم شنو؟ اقول لك انه الفزع ده امر التحرك لهم يومين الدعم السريع طالعين من الخرطوم وطالعين من مصفى الجيلي. انا قاعد اقول الغايد بتاع الفرقه ده ما زولي، والزول ده يمشي ليه الله؟ اتخارج. تيجي تقول لي ما بيتكلم عن القيادات؟ الاجبر ليه كباشي ده يمشي يتكلم معاك مره ومرتين؟ منو انت؟ كنت بتتكلم مع الكباشي؟ انت بتقدر تتكلم مع الكباشي؟ الكلاش اللي انت شايله ده حسي بفضل الانصراف السخيف ده، الاجبر الدوله تفتح لك معسكرات استنفار، وحولك من باطل لراجل، وما بقيت راجل ولا حتبقى راجل. كدمولك اللي في ده ما بتفكه انت. بنتكلم عن انه النهر ده الان هو نهر الاعلام، انت ما صبرت ولا سبت الناس. مالك ومالين متكلم في القياده ولا ما اتكلم في قياده؟ انت كلامك شنو في سنجه؟ انت ما شايل كلاشك ده كنت وين؟ انت مع عسكري مستنفر، خليت سنجه تسقط ليه طيب؟ خليت الجزيره دي لما استنفرت وعملت فيديو وكنت بتتكلم في معسكرات الاستنفار وشغلت لك الفيديو انا،
شغلته لك في اللايف ده، مالك ما مشيت رجعت حلتكم؟ داير من البرهان تاني شنو؟ داير من قيادات الجيش شنو؟ دربوك وسلحوك وادوك كلاشك، مالك ما رجعت بيتكم؟ مالك ما حرست ناس التكينه الحرقه؟ مالك ما حرستهم؟ لانه انتوا كلكم بتعبدوا الله على حرف، ده كلام نهينا ذاته. احنا الليله معركه السنجه دي ميزت لنا المعانا والما معانا، الواقف معانا والما واقف معانا. احنا بنقول للجيش والله السنجه سقطت، لكن بنقول للجيش تمشي ترجعها. انتوا ما بتقولوا كده، انتوا بتقولوا المواطنين يطلعوا، انتوا بتقولوا والله الجيش ما حرسونا. زول احرس نفسي يا اخواننا. الدعم السريع ده بيجي بيعمل لك حاجه ما بتفاهم معك. هسي في 5 دقائق لما دخلوا سنجة، أول حاجة سرقوا العربات ونهبوا البيوت ومشوا طوال المحلات التجارية. عارف ليه مشوا المحلات التجارية؟ لأنه القوة حقتنا القاعدة في جبل موية مقطوعة. الدعم السريع عمل العملية في سنجة دي انتحارية، فيها في الظاهر انتحارية، داير لو تشوين ودوه جبل موية. القوة القاعدة في جبل موية لازم تمشي لي الله كلها، وهم مقتنعين لو ما عملوا العملية دي حصلون بأكل ودقيق وسكر، القوة القاعدة في جبل موية دي كلها حتبات جوع ساي، ما عندها حته تطلع. لكن لانه احنا بنقول الغرف غرفه، مشي طوال جو الناس اسمع الحاصل شنو في سنجه، في شنو في سنجه، في شنو في سنجه. الدعم السريع خشاه، الدعم السريع ده يا اخواننا ضيوف. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. الدعم السريع ضيوف في السودان، بقياداتهم بتمويلهم بتسليحهم بالقاعدين معاهم ذاته، حتى القاعدين الجناح السياسي حقهم حمدوك جوازه كندي، كلهم ضيوف. خالد سلك جوازه اجنبي، صديق الصادق اجنبي، عمر مانيس جوازه أجنبي. كلهم اجانب، ديل ضيوف. الضيف ده قال انا دار اغزو السودان، دخل بحري ودخل الغياده ودخل لحد كرري ووصل لحد هناك الفاشر ووصل لحد سنار ووصل لحد الجزيره. الزول ضيف مرحب به وحباب والف، دخلوا سنجه ما يخشوا سنجه مرحب بهم، في شنو يعني؟ احنا موضوعنا اللي تغير الليله شنو؟ الدعم السريع خش سنجه. انا ماله مال الدعم السريع خش سنجه؟ انا ما اعلام الدعم السريع، انا بكرر لك في كلامي، انا ما اعلام الدعم السريع، انا ما اعلام قحط. الدعم السريع خش ما يخش سنجه، انا ماله وماله؟ انا كلامي مع القوات المسلحه وين؟ لما نجي اقول للجيش والله انسحب وجيشكم والله يتراجع وجيشكم، ححصل مواطن سنجه ولا لما نقول للجيش لازم يتحرك؟ الساعات اللي فاتت دي احنا بنتابع في الاخبار من حته لحته، من قياده لقياده، من قائد لقائد، من ميدان لميدان. القوه دي لازم ترجع، عندي تفاصيل حقولها لك حسي، ما المعركه شغاله حسي. نقيف احنا في صف القوات المسلحه ونسنده وندعمها حسي، ولا نجي نتحاسب منو رجعها منو طلع؟ ده ما موضوعنا حسي. سنجه لازم ترجع بالليل ده، بالليل ده سنجه لازم ترجع. ده موضوعنا. وقفنا كلنا بصوت واحد، وقفنا كلنا في خط واحد، سنجه بترجع. سمعنا كلام الاعلام الباطل ده، سنجه برجعها منه؟ لكن ورجعها منه؟ المقاتلين ده استشهدوا عشان منه؟ اغنعوهم يتحركوا من بيوتهم مستنفرين ومقاومه شعبيه ومجاهدين، يدافعوا عن منه اذا كان المواطن ده يطلع من سنجه؟ واذا كان المواطن شغال، المواطن بيغرف من اعلام الاعلام الاسن ويشرب، حيرجع سنجه منه؟ حيرجعوها لمنه اصلا؟ قلنا البروتوكول والخطوات في انه المدينه تثبت وتستقر، واول حاجه خط الاعلام. اول حاجه خط الاعلام صرفه يا اخ والله. سنجه سقط، في شنو سقط في سنجه؟ دخلوا الفرق، ما يخش الفرقه 17، ترجع الفرقه 17. منو اللي برجع؟ رجع جيش، رجعها المستنفرين، رجعوها المقاومه، يرجعوها هيئه العمليات. ده كلامنا معاهم. ما موضوع انه انا احمل المواطن سقوط حته ولا ما احمله، انا بحمل المواطن انه ما بيسمع للجيش، الجيش من جويل بيقول المعارك دايره، انت في مواطن ثاني مشى كتب قال سنجه سقطت. ده ما سمع لك، ده ما باطل زيك، ده ما مرتجف زيك، ده ما راجف زيك. في زول ثاني مشى شير البوست بتاع انه يا اخواننا ندعو ونثبت، وزي ما ثبتوا في سنار، سنار ما ثبتوا. حصل شنو؟ سنار ما ثبتوا، ما قالوا سنار سقطت، وقالوا الناس دي خشوا السوق، وقالوا الجيش قلع الكاكي حقه، وقالوا الجيش دق ابواب المواطنين، وقالوا الجيش رمى سلاحه. قلنا لهم ما في كلام زي ده، الجيش رجعها. المعركه دايره والشبكه مقطوعه، قلنا الجيش رجعها، بس ما عندنا كلام. حسي المواطن في سنار نايم، لو سمع خليفه دنقر حسي كان حيمشي سنجه. مشى سنجه حسي، جاو الدعم السريع، دار تمشي وين انت؟ ما عندك حته تمشيها، ما عندك حته تمشيها. موضوعنا انت حسي انت محملنا مسؤوليه شنو؟
انه والله انتوا داسين من الناس. احنا ما داسين من الناس حاجه. المعركه والمعركه دي ما شغاله في سنار وفي سنجه، بين سنجه وسنار 60 كيلو، بين سنجه وسنار 60 كيلو. في خلل في استخبارات قاعدين نقول الكلمه دي، في خلل في القياده قاعدين نقول الكلمه. لينا 4 يوم بنتكلم عن القاده بالاسم، مقاده العمليات بالاسم، قاده المتحركات بالاسم، من شندباد انها من الاثنين الماسك العمليات وتاج السير مصطفى بتاع الاستخبارات الجديد، وحملناه انه والله العظيم معركه السنجه وسنار دي الجيش ما ينتصر فيها ما لم يتحرك الفرقه الثالثه في شندي. كلامنا كان واضح، ما لم تتحرك القوات في الكدرو، ما لم تتحرك القوات في الخرطوم، اصلا المعركه في سنار ما حتنجح ولا في الفاشر. لان نازل بيعتمد على الفزع، لو ما قطعت لهم الطريق حيخشوا يسقطوها. كلامنا للقياده كان واضح. كلامنا لكباشي انك ما تتحرك من سنار لحد اي مواطن يطمئن ويرجع بيته، حصل ولا ما حصل؟ يطلع يقول لك يا اخي بيحمل يا اخي انا لسه ما اتكلمت في اللايف يا اخي. يا اخي ما تخلي التضليل والبطاله اللي بيسووا فيها دي يا اخي. انا لسه ما اتكلمت، قد ضربوا اللايف. بسم الله الرحمن الرحيم ما قلتها، بشرح للناس الايه انه الناس قالوا يا اخي دارين يقاتلوا ويجاهدوا في سبيل الله، لما وجب عليهم الجهاد وكتب عليهم القتال قالوا للقائد اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، زي اللي عملته انت والناس اللي بيسمعوا اعلام الدعم السريع والاعلام الباطل والمضلل. الناس مشوا سنجه، الدعم السريع مشي سنجه، نعمل شنو يعني؟ دارين نعمل شنو في الحالة دي؟ مشوا سنجة، ربنا يسر لهم الأمر وقدام بنزين، وصلوا لحد سنجة. القوة في مقدم قالوا انسحب بتاع الجيش في التحقيق حسي في اللقاف. أنا ما بتكلم عن الأسباب، ما هي دي الخرطوم سقطت لأنه والله القيادة ما كانت حساباتها صحيحة، وهديك يا أخي والله نيالة حساباتهم كانت غلط، انسحبوا ليه انسحبوا؟ ما بنوسة ثبتوا. هسه احنا الدعم السريع دخل جوا سنجا، نقعد نتكلم الكلام ده ولا نقول للجيش اتحرك من سنار امشي؟ كل القوات المستضافه في سنار، اسمع العربي ده، كل القوات المستضافه في سنار والكتائب جات مستضافه في سنار اتحركت على سنجا. طيب ما كشفتوا ظهر سنار؟ هسه ممكن الدعم السريع يعمل التفاف؟ ما انا بقول لك في خطه. طيب ما انا بقول لك في خطه، عنده شنو في سنجا هو اصلا؟ هو موضوع سنار دي. طيب يا سيدي انتوا حركتوا القوات دي هتحرروها الفجر ان شاء الله، بيصليوا في المسجد مواطن وجياشي ومستنفر ومقاومه شعبيه. صباح سنجة دي ما عندها عوجه ثانيه، والدعم السريع انا بقرب له. احنا بنشكر الدعم السريع في استعجال خطواته دي ذاتها. الليله سنجة دي لما تتكرب وتترتب وتدعم لها هيكل قياده ثاني في دعامي بيقدر يخشها، عرفنا الثغرات والاخطاء. شكرا للدعم السريع وشكرا لمحمد خليفه دنقر، ثاني بنعيد له الشكر. لولاه ما ثبتت سنار، ثبتت سنار الان بتخطيط بروتوكول رسمي يتوضع، ما هو قادر على الدعم السريع. داري يشتت القوة الموجودة في سنار، مش عمل له دخول لسنجة. المعركة واضحة، الدعم السريع عارف اللي هيحصل له شنو، عارف انه الموقع الاستراتيجي اللي اسمه جبل موية ده فقدوه، فقد المعركة، فقد وسط السودان، فقد السودان تماما. مشى يجيب لهم اكل من سنجة عشان يحصل الناس اللي قاعدة في جبل موية، ما داري يسقط. هو ما هميه الناس اللي قاعدين جوا جبل مويه، البيشي ما هميه باقي قواته اللي قاعده في جبل مويه، هميه جبل مويه ذاته. لو وقع في يد القوات المسلحه الدعم السريع انتهى، انقطع من 3 ولايات، وده اللي هيحصل ولازم يحصل وما في حل. لو الجيش كله استشهد فيها ده اللي هيحصل باذن الله، في الساعه دي، في الساعه اللي بعد بكره، في الساعه. الدعم السريع استعجل عمليته الانتحاريه بتاعت سنجه عشان اعمل هجوم استباقي للقوات المسلحه. الجيش بقياده البرهان، بقياده كباش اللي قاعد في سنار ده، ماشي قدام، ما عنده حاجه. ماشي لازم يحسم الناس ديل، والا سنار حتسقط، والا كوستي حتسقط، والا القضارف حتسقط. الناس دي عارفه الكلام. الناس دي عارفه الكلام ده. احنا بنحارب، ما قلنا في بنحارب في اشجار، بنحارب في ناس بيفكروا، اسمهم الدعم السريع، في ناس بيفكروا لهم، بيقول لنا نمشي يمين نمشي شمال، تعالوا نفشل خطة القوات المسلحة. العملية اللي حصلت في سنجة استباقية للحاجة اللي حتحصل في جبل موية، واضحة مكشوفة عشان بكرة الصباح ما تيجي تعمل لي فوضى. دعم السريع بات في سنجة، اللي بيت في سنجة حبابه ما غزو، غزو خارجي ضيوف، حيخشوا سنجة وحيخشوا سنار، خشوا الفاشر، مشوا الخرطوم، مشوا بحري، في شنو اللي بيخلع؟ الدعم السريع ما حيقعد في السودان. لكن الاعلام اللي بيجي بيقول لك والله يا اخي هم خشوا سنجا، هو احنا نعمل شنو؟ طيب اتفضل قول لي، يعني انا بطلع بسيب دين للغايد العام، بتعال اعمل لك شنو يعني؟
يا برهان يا اخ والله ناسك. داير الناس يخشوا سنجا وبعدين داير يسوي شنو؟ ما في حل الا احنا نصمت نثبت نقيف نواصل، ما في حل. خياراتك شنو؟ تفضل. ما لكن الناس كلها جيش نجيش الفلول اهو، بعدين اصلا بينسحبوا هاي قاعدين ينسحبوا اهو، بعدين عمل شنو للمواطن اللي في سنجا؟ ودي وين؟ ودي سنار، هم محاصرين سنار ودار يخشوا سنار، جيبونا الخرطوم اساسا الدعم السريع قاعد في الخرطوم، ودونا القضارف، القضارف هم دارين يخشوا الفاو ويخشوا القضارف، ودون شندي، شندي قاعد يضربها بمسيرات وحسي هي شندي مستهدفة من القوات اللي في الجيلي، وقتلوا لنا القائد بتاع القوى المستنفرة محمد صديق. يعني نوديك وين يا بيبي؟ تهريب. امشي مصر عندها يوم 30 قالوا حيغيروا القوانين بتاعتهم، ساعات الجاية دي انت حتشوف مصر حتغير القوانين. انا ما اعمل لك شنو يعني؟ اتفضل ادينا الحلول يا يعني. الحلول بتاعتكم شنو؟ الجيش ده يثبت، الجيش يرجع، بس سنجي ترجع، الجزيرة ترجع، سنار ترجع، الليلة احنا الخطوات اللي ماشيين بيها، الخطوات اللي ماشيين بيها بقينا متسارعين جدا جدا. زمان كنا احنا الجزيرة دي بنخش في معادلة ان احنا والله نضحي بالجزيرة عشان نحرس المناجل، نضحي بنيالة عشان نحرس الفاشر. هسه الكلام ده بقى ما عندنا. اول حاجة بقى الخيارين ديل انه المنطقة ذات تحرس روح. الدعم السريع خطيني في 3 خيارات: جبل موية، سنار، سنجة. قاعد في كنت دخل جبل مويه، طردت منها مره واثنين وثلاثه، اكتشف انه القوه اللي بتخش 60 عربيه ما بتسلمه جبل مويه، دخل بقوه اكبر، وصلت تعداده من 2000 لحد 7000 كانوا في محيط جبل مويه، اشتغل فيهم الطيران تشتيت، اشتغلت فيهم القوات الخاصه، اشتغل فيهم الجيش نفسه، انسحبت منهم قوة تاني، رجعوا ارتكزوا النازل. موضوع ده بقى حياة أو موت، هم الدعامة نفسهم، مشروع الدعم السريع، مشروع حميتي، تعليمات الإمارات دي كلها أنساه. البيشي بقى موضوع حياة أو موت، البيشي نفسه القائد بتاع القوة المفروض تخش النار دي اللي اسمه البيشي، الموضوع بقى بالنسبة له حياة أو موت، بقى يضلل حتى في قواته، عربيته اتقبضت، مستشارينه وهيئات أركانه اتقبضوا، مضلل القوة انه هو كان سايق القوة دي اليوم داك في جبل مويه، هو ما سايقه، هو كان مخندق. عارف الموضوع ده وصل للمرحلة دي. الدعم السريع عنده تاني شنو يعملوا؟ دار يخش النار، تاني عنده شنو؟ عنده سنجة. ال3 مواقع دي شغال معي تكتيك انه انا والله يا اخي امشي امن سنار، اسحب القوات اللي عندي في سنجة، اعمل ليه هجوم على سنجة، اعمل شنو انا؟ حطلع القوة القاعدة مستضافة في سنار الان، وقوة هيئة العمليات والمستنفرين والمجاهدين، وقوة الدفاع الشعبي، وجزء من قوات الجيش الليلة دي طلعت بدون تعليمات القيادة، عشان الناس تكون عارفة يعني، وخايضة معركة الان، وحتمشي ترجع سنجة دي، ما في حاجة. عشان الدعم السريع يعمل التفاف على سنار، واضحة ولا ما واضحة يا حجة هناك؟ داري يهاجم سنار تاني دي، عشان ما تقولوا دار تثبتوا تقيفوا له وحبابكم، دارين تركبوا البساط عرباتكم الخاصة تمرقوا من سنار. الموضوع متروك لك، ما عندي لك حاجة، ما عندي حاجة أقولها. معركة احنا لو كتب عليكم القتال، يا تقاتل يا ما تقاتل، تفضل لو ما قدرت تقاتل امشي، جيشكم جيش فلولة، هاي فلولة، برهان بتاعكم بايع، هاي بايع، تعرف شنو؟ كباشي ده ما في، كباشي راقد نايم حسي، ما ولا شغال بالموضوع، تاني قدرت تقول شنو؟ انتوا ما قدرنا نسوي اي حاجه، داك بيتك دار تخليه تفضل خليه، دار تقعد تحرسه تفضل احرسه، دار تسمع الاعلام الباطل ده تفضل اسمعه، ما عندنا لك حاجه، وانتوا اساسا احنا اساسا اي حاجه مرحب حبابك. معركه بنقدم فيها رجال، بنقدم فيها ارواح، بنقدم فيها دماء، المشوا استعادوا لك سنجا الان، هم مستنفرين ومقاومه شعبيه، ما بتفرض عليهم الراي انت. وينو جيشكم؟ ما عندنا جيش، عشان كده عملنا مستنفرين ومقاومة شعبية، انت ما بتديهم تعليمات، ده مواطن زيك يتحمل المسؤولية ورجع وحس هيستعيدها. دعم السريع كان زمان بيشتغل لنا الخطة دي، يحاصر منطقة كبيرة، الناس ينسحب، الجيش ينسحب، ودخل الجيش في معادلة، اما انا احرس حتة او انسحب من حتة، زي ما قلنا النموذج اللي حصل في نيالة وحصل في الفاشر، انسحبنا من نيالة والجنينة، مشينا حرسنا الفاشر، وقدرنا نكسر شوكة الدعم السريع، والخسارة اللي خسر الدعم السريع خرافية، هو بيفتكر انه القوات المسلحة لما تفقد لها بيت وعمارة ومحلية ورئاسة الشرطة وهيئة أركان ومبنى بتاع معسكر بتاع جيش، القوات المسلحة تنكسر، لا لا ما انكسرت. في المقابل انت الدعم السريع في المعارك زي دي بنخليه يفقد قواته وقادته وناسه، احنا قائده الكبير ونائبه الاثنين ما في،
الاثنين ما في، ده من جهاز القوات المسلحه. الدعم السريع عرف انه خسارته دي ما بتعادل بخساره القوات المسلحه. شنو قاعد في الفرقه 17؟ ما تقعد في الفرقه 17، مصيرك شنو بكره الصباح لما نبيل لك طيران حتطلع خالص لك يتكلم؟ يجب ايقاف الطيران، الطيران يقتل المدنيين. انت قاعد الموضوع ده بيمشي مع زول قاعدين نبيل لك حسي. اقعد فيها انت لو راجل، اقعد فيها بس. حسي الفكره بتاعتي انه انك تحتل منطقه، المواطن يطلع، الجيش ينسحب، الحاجه دي بقت ماف. الموضوع بتاع المعركه دي من قامت لحد ما الجيش رجع الفرقه 17 ما تمت 12 ساعه. ما تمت 12 ساعه. زمان كان بيتم كم؟ 12 يوم. لا ما بيتم 12 يوم، كان بيتم 12 شهر. هسي مدني دي ما ماشي على 12 شهر، نيالة مشت على 12 شهر. منو رجع لها؟ ما رجعنا لها لسه. الليلة دي الموضوع ده طوال اتحركت القوات، الدعم السريع خش بقوة، الليلة خشوا له بنفس القوة العدد. ما حيفضل دعامي قاعد في سنجة، المعركة مدورة لكن أصرف برضه ما حيفضل دعامي في سنجة. أطمنك أنا، أطمنك لحد الان شكل المعركه من يا زول انجلى ولا ما انجلى، ما في دعامي حيقعد في سنجه. ده الضغط اللي احنا دارينه للقوات المسلحه، ده الضغط الدارينه للمستنفرين، ده الضغط الدارينه للقياده. حس في الساعات دي لازم سنجه ترجع، بعد ما ترجع سنجه بعدين تعالوا قول لي الحصل شنو، نجي نتكلم في الحصل، الاخطاء ومعالجتها. كنت في تواصل مع القوات المسلحه وضباط وبسال فيهم الوضع شنو، فالناس بيقول لي طبعا احنا قدمنا تقارير صرفه وكان في تحركات مرصوده وكتبنا عنها، والدعم السريع اصلا خطته كانت مكشوفه للالتفاف. يا اخوانا المعالج شنو؟ لا لا ما احنا نوريك اصلا حتى التفاصيل دي، لانه القيادات اللي انت بتتكلم فيها دول كلهم ناس عواليق يا اخي. اسمع المعالج شنو؟ انا ما اقدر اسمع كلام هسي. طيب صرفه ما تلتفت للاعلام، والله جيشنا صامت. المعالج شنو؟ ترجع سنجي دي كيف في الساعات دي؟ انا داير اسمع الكلام ده عشان انقله للجيش وانقله للمواطن. انا ما جاي اقول والله الخطا اللي حصل زي ما قلنا لكم جيشكم بينسحب، اي قاعد ينسحب. انا ما داير اسمع الكلام، وما في زول يتكلم في البرهان والقوات المسلحه اكثر من صرفه. ما تلف وتدور حتى ما انت ما بتفتكر انك انت حذفت صفحتي الفيديوهات واللايفات ما قاعده. انا قاعد اتكلم عن الجيش ده وترتيبات المعارك دي من 2020. كلام اللي كنت بقوله في البرهان والقياده انت لا يمكن يخطر في بالك، قاعد وبشغله لك. الدعم السريع خش السنجه، المعالج شنو؟ حنضرب طيران حلوه، دهنا الليلة نضغط الطيران. اي نضغط الطيران نقول شنو؟ والله يا اخوانا مقترح انه اي متحرك يكون عنده طياراته منفصلة. احنا بنرفع التقرير ده للسيد رئيس هيئة الاركان. في زول يتكلم عن رئيس هيئة الاركان في الايام اللي فاتت يا موسى اسمه صرفة، قلت الزول ده اتشال، قلت الزول ده احنا مقدرين مجهوده في المعركة، احنا بنتخلى عن جنودنا، لكن نعمل لنا غرفة عمليات اسمها غرفة العمليات الجوالة، نخلي هيئة الأركان قاعدة في القيادة لأنه رمزيتها، والناس اللي صمدوا وصبروا مع القوات المسلحة ما بنجي نتخلى عن الضابط ده حتى لو عندنا فيهم ملاحظات. قلت للبرهان ده عامل غرفة بديلة، حس اللي دايرين نعمل غرفة بديلة، غرفة رشيقة سريعة 1 2 3 متحرك المناقل يكون عنده طيران وبراو، تعليماته بين القائد بتاع المتحرك والطيران في الجو. ما نرجع لهيئة الأركان يقوم يفتح الدفتر سلام عليكم عندنا طلبية بتاعت قنابل أبو 500 كيلو و2000 كيلو مودينا الفاشر، بعدين تنتظرونا نعمل الزغط في الدعيم بعدين نجي. لا 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 ما دارين كلام فاضي زي ده، دارين المتحرك بتاع المناقل دي واحدة من المعالجات الآن ظهرت لنا في سنجة. الموضوع ده خلاص احنا هنثبت البروتوكول ده، متحرك بتاع سنجة طيران ويكون مع القائد حقه. ما ادوك القيادة يا سيد القائد بتاع الفرقة 17 وما ادوك تليفون طيار، ما تخوض المعركة دي، خد كلاشك وامشي للبرهان قول له انا ما بحارب معك عديل. تاني عندك شنو مقترحات عشان نثبت الفرقة دي؟ غرفة العمليات تكون جوالة، هيئة الأركان تكون جوالة،
طلعوا غرفة مستعجلة تتعمل في الجزيرة، يقعد فيها كباشي ده ذاته، ويقعد فيها البرهان ده ذاته، مطالبكم تتعمل، واللبيب ده ذاته يقعد. اللبيب الآن شغل في مدرمان واقف، متحركين بعض المتحركات والعمل الخاص، اقعد هناك في سنار دي لحد ما تطمئن انه سنار رجعت تركب طيارتك تتخارج. عندك قوة من هيئة العمالات انت بتديرها، انت الغايد حقها، دار تمرك تمشي وين؟ خرطوم ما فيها حاجة، مدرمان ما فيها حاجة، في رجال مثبتين خلاص. دي زول الاول هيئة العمليات بقيادة اللبيب يكون قاعد. قوات المسلحة والمشتركة والحركات والكفاح وقوة عقار دير كلهم بيديرون كباشي يكون قاعد. الربيع ده يا اخواننا قلنا زول اكاديمي، دي ما معركته، دي ما معركته. قلنا الربيع ده ذاته، جيت قلت لك يا سعادتك مشي للزول ده حسي، لانه هم حيجي يقول لك والله يا اخي قياده القوات المسلحه ما نافعه. قلت لك جيب لك اثنين لواء شفات اخدتهم معاه، والكاربين اللي قاعدين في كرري ديل الشغلتهم اصلا حرب وقتال، الواحد بيكون من العمليات رجعوا العمليات ما اشتغل لف وحده قبل كده. قلنا الكلام ده الان دي المعالجه، واحده من المعالجات. الخطه بتاعتي ان احنا نستلم جبل مويه دي كل القوات. الجيش حس يعرف خطورة الحاجة دي، كل القوات القاعدة في سنار، كل القوات القاعدة في سنجة، كل الطيران، كل المدفعية الموجهة، القوة بتاعتنا في المناقل. عندنا حاجة حاجة واحدة بس، استعادة جبل موية. طيب واحدة من المعالجات، الموضوع ده في اسرع ما يمكن. احنا قلنا والله ما ننتظر الدعامة، لو موسى ده كان بيسمع كلامي، ده صالوق الحيوان ده لو كان بيسمع كلامي، ما لي 3 4 يوم بقول الجيش جاهز ومعاكم كباشة امرقوا عليهم. لا، وجيت امبارح واول امبارح قلت القوة اللي انسحبت واللي اتفرتقت في الجمعة، الجمعة اللي قلنا جمعة الشعب، قلت في قوة اتفرتقت، القوة دي عندها تحركات ماشية على سنجة او على المناقل او على الاعوج، 3 حتات خط ما عنده حته يمشي الدعامي. حصل الحصل ودخلوا سنجا. احنا موضوعنا حسي والله خشوا بانسحاب، خشوا بخطا، الاستخبارات شغال، انا ما داري الكلام الفاضي ده، انا داري زول الديني كلام اقوله للمواطن يعمل دوره، واقوله للجيش والقياده يعمل دوره، نعالج الموضوع ده كيف سريع 1 2 3 تفضل الديني، غير كده انا ما داري اسمع. جيشكم انسحب ما داري اسمع الكلام ده، ما قلنا ليكم ما داري اسمع الكلام ده. قول لنا يا زول 60 مرة انا ما ادري اسمع الكلام، كلام واحد اللي بسمعه انا انه سنجة ترجع بس، سنار تتأمن، القوة دي كلها تمشي تستعد لي جبل موية، ده الكلام اللي انا داير اسمعه. معالجاتك خطتك انا بقولها زي ما هي نصا للناس. قلنا مفروض يتحرك محور شندي، يتحرك المحور بتاع الفاو عشان يقطع الامداد بتاع الدعم السريع والفزع، اتحركوا ولا ما اتحركوا؟ ما اتحركوا، دارين دارين ما دارين الدعم السريع يخش سنجة كيف يعني؟ ما حيخش سنجة، لأنه أنت ما حركت المتحركات بتاعتك في شندي وضغطت الدعامة ديل في الجيلي. قلنا ليكم اطلعوا يا ناس شندي اتحركوا، الجيلي بتربكوا حسابات الدعم السريع، قاعدين لسه مبطحين، احنا ما خشينا حجر العسل استلمنا لنا كروزر. الكلام ده قبل 4 يوم، المعركة مستمرة، سنجة ما حتتأمن، سنار ما حتتأمن، ما لم تدخلوا لهم مصفات الجيلي، ما عملتوا فوق طلقة ساي ما فكيتوها، لا حيخش سنجة، هاي حيخش سنجة. خطط بديلة، خطط تمويه، خطط، أنتوا ما عملتوها، الدعامة حيخش سنجة. أسي المفروض يحصل شنو؟ الجيلي دي تولع. المفروض يحصل شنو؟ شرق النيل تولع. مفروض يحصل شنو؟ الخرطوم النقاط المرتكز فيها الدعم السريع بقناصته بارتكازاته تتضرب كلها، اقطع له الطريق تاني، ما يعمل فزع، ما عنده حته يمشيها يعمل فيها فزع، وما عنده حته يجيها راجعه. استغل المواقع الاخلاق الدعم السريع، خطتك البديله تكون جاهزه، قاعدين في معسكراتهم، قاعدين في 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 في, في الفرق حقتهم منتظرين الدعامه يجون، في الفرقه الثالثه منتظرين الدعامه يجون، يفكوا فيهم مسيرة واحدة تلقى الناس بكره كلها في الشارع، في هند كلها في الشارع هاربة، ماشيين وين يا اخوان؟
هسه داير يتكلم معاي في انه احنا نعالج الخطأ كيف. انا بسمع، عندك اي خطة معالجة؟ انا بسمع. الشارع بتاع جبل مويه ده من اتجاهاته وتوزيع الدعم السريع كله طوله 104 كيلو، متحركات بتاعت الفاو، المتحركات بتاعت سنار، المتحركات في سنجة، نقطع على الناس دي الطريق نسلمها نظيفة. الموضوع ده بسيط يعني، ولا دار قيادة ولا خطة ولا غيره. اركب التاتشر ده امشي على النازل. الليلة في قوات كثيرة، واحدة من البشائر انها منتظر تعليمات القوات المسلحة من الجيش. اتحركت 20 عربية من سنار مخالفة تعليمات. مخالفة التعليمات دي سمحة؟ هي طبعا سمحة. يعني هسه من معركة سنجة دي كلها انت مركت بشنو اصرف؟ مركت انه الليلة الجيش فيه ناس خالفوا تعليمات مشوا سنجة، الحاجة دي سمحة هاي؟ لانه بروتوكول الجيش جه خطوا الخريطة قالوا احنا والله اول حاجة نعمل لكم انسحاب، بعدين نعمل الدفاعات هنا المتقدمة، بعدين نعمل التفاف. وزول بيتكلم والغايد بيتكلم، الزول ده هناك زخر حاجاته وصلوا الصلاة بتاعة الوداع حقتهم، دقوا تحية العالم، ركبوا عرباتهم اتحركوا، ضربوا لين في الشارع. انتوا احنا مشتبكين مع الناس دي في الفرقة 17. تاني اتحركت 10 عربات 15 عربية. ما موضوع مخالفة التعليمات، الموضوع ده الاستجابة السريعة. بعد ده سنجة لازم ترجع، خلاص الناس دي بتتفاهم كده. اديني تعليماتي وانا في سنجة، اديني تعليماتي وانا في سنجة. ده مش دايرين ارجع واحارب ولا حاجة تانية يا برهان؟ تعليماتي دي تقول لي باللاسلكي وانا في سنجة؟ ما هقول، ما هسمع منك وانا في سنر. ده الطريق اللي احنا دايرينها، ودي الحاجة اللي احنا شفناها، ودي الحاجة اللي حسنا نتائجها ظهرت. لكن الاعلام المضلل شغال، واحد عامل لايف بيصور في روحه وهو جاري في الشارع، الحقوا الدعم السريع خشه، الضرب الضرب من كل الاتجاهات. أيوه سامعين، ايوه احنا سامعين. مصور لي في شنو؟ مصور روحه جاري. وين الدعامه ديل طيب؟ وين دخلوا السوق؟ دخلوا البيوت؟ دخلوا هاي وينهم يعني؟ انت مصور روحك انت وجاري، هاي انت جاري ومخلوع ونفسك قايم، ما هو زول بيجري نفسه بقوم. انا بسمع في حاجات تانية، لكن هو الموضوع ده سلسلة المعركة كان شكلها كده. سلسلة المعركة بالنسبة لي شكلها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حصل شنو؟ نمشي صفحة حبيبنا القمر. قمر حصل شنو المعركة دي؟ ترتيبك لاشن عمل له فيديو لطيف كده القمر. قبل 27 دقيقة منزل فيديو تاني. نبدأ المعركة من بدايتها قمر. تزول بتاع الله يفجاري. بعديها حصل شنو؟ مغربية حصل شنو؟ المغرب الفرقة بتاعتنا رجعت بالكشافات والضوايات شغالين يوروا الناس. تفضل يا سعادتك، 25 ثانية كانت كفيلة تطمنك وتأمنك. خش الفرقة لقوا، لما جو داخلين الفرقة لقوا قالوا ما في جيش، جيشكم كله انسحب. جيشنا اصلا يا اخواننا ليه شهرين ما قاعد في الفرقة، جيشنا قاعد في الدفاعات المتقدمة بتاع السنجة. ومالون شوية كده، ما رجالنا في الجيش ده قلنا لك شوية نعمل لك شنو يعني؟ وسنار كانت مستهدفة، المسافة بين سنجة وسنار كانت كم؟
60 كيلو، امبارح انتوا ما محتفلين بدخول الفرقة 17 والفرقة بتاع الرابعة النيل الازرق، ودوم محتفلين بالفرقة 18 بتاعت كوستي دخلت سنار وامنتها. اهي ما لازم نشيل قواتنا، لانه الناس قاعدين اللي بيشربوا من النهر بتاع الاعلام كتار، اللي قاعدين منتظرين في كراسي ملكية انه نرجع لهم بيوتهم ونأمن لهم احياهم كتار، وينو جيشكم ديل ما ناس كتار. الفرقة دي جات اتحركت، كانت اصلا الفرقة دي فيها حراسة برا، ربنا يتقبلهم شهداء. الدعم السريع دخل سنجة بستة محاور، المحاور دخل بيها دي كلها الدفاعات المتقدمة، اي عسكري فيها استشهد. وصل لحد الفرقة 17 الحراسات والدبيدبانات البرة ثبتوا لحد ما ذخيرتهم انتهت واستشهدوا، حتى الدعم السريع قدر يخشها. ما عندنا كان فيها زول مكاتب إدارية وضباط بتاع ديدبانات وحراسة، ما فيها حاجة الفرقة 17، جيشكم انسحب، ما هي أساسا فاضية، أنت ما عارف حاجة زي، لأنه السيد القائد العام وجه وحرك ودار سقطها، والقائد العام جاك لحد سنار واقف لك يسقط لها شنو أنت؟ أدانا تعليمات إنه المجاهدين والناس كلها تتحرك من سنجة، وأنت بتاخد تعليماتك من البرهان ليه وقت مجاهد؟ أنت وقت مجاهد بتاخد تعليماتك من البرهان ليه؟ ما هي ده عربيتك براك وكلاشك براك وتسليحك براك واميرك الغايد براك، ما تقعد في سنجة منتظر تعليمات من البرهان ليه؟ ما تخالفها. حاسس انه سنجة دي فيها حاجة، حاسس انه الموضوع ده الدعم السريع هيعمل التفاف، قالوا البرهان قال لكم نتحركوا اخلوا مواقعكم، وانت عارف انه الدعم السريع هيخش بجاي، وعارف انه انت لو اتحركت ممكن تموت وما حتلاقي لا الله لا البرهان. اللي بيخليك تسمع كلامه شنو؟ اللي بيخليك تسمع كلام البرهان انه تفضي الارتكاز برهان يرفع تلفونه يقول له لمجموعه اسمعوا فضوا الحته دي، وتقوم يضرب لك ذاته، لا بروتوكول لا سيستم عسكري لا تراتبيه عسكريه لا اي حاجه، ضرب لنا البرهان القائد العام قال لنا اخلوا حتتكم دي. البرهان ما بيعمل العمليه دي، بعد ما يعمل العمليه دي انت استجبت له ليه؟ انت امير فرقه ومجاهد وطالع تموت، قال بيقول لك اتحرك من الحته دي وخلي جبل احد وخلي الحته اللي بترمي منها وخلي المواطنين عزل وتحرك تعال اقعد جنب البرهان عشان تسلم عليه، بتنفذ التعليمات دي ليه؟ بتنفذ التعليمات دي ليه؟ بعد ما وصلت سنار جيتوا بمخالفه التعليمات تاني راجعين سنجار، من الاول حاسبوك انت خليت موقعك ده ليه؟ ما تحركت حسي بمخالفة التعليمات من البرهان ذاته ومن سنار ورجعت سنجة، من الأول ما تعمله طيب. ما عندك يا أخوي، إحنا ما عندنا زول قاعد في الفرقة 17 دي، جيشنا ده في الارتكازات القدام، وقوة من القوة بتاعت الفرقة 17 سنجة قاعدة في سنار بتدافع في سنار دخلت جبل موية، ده اللي عندنا، ده الحاصل، ده الحاصل. الدعم السريع عارف الموضوع ده وعارف انه احنا اغلبنا بنقعد بس ماسكين تلفوناتنا دي، جيشكم وين جيشكم وين؟ عارف الكلام ده الدعم السريع ماشي سنجة دي يقول لك خشوا بالعربات، مالي جزول مالي جزول، ما الدفاعات القدام دي الارتكاز ده ممكن يكون فيه 6 انفار، الدعم السريع كثافة نيرانية كلهم استشهدوا، نعمل شنو يعني؟ وريني انت الحلول اللي عندك يا اخواننا، دي شكل المعركة حقتنا، عدد المقاتلين اللي عندنا نوع التسليح، تاني نعمل لك شنو؟ قلنا يا اخواننا التعبئة العامة والجهاد الان واجب والجهاد، لا لا الناس دار تركب تتخارج دار تقتلوا الناس، خلاص يا اخوي امرق يا اخي، لا دار نقتلك لا تقتلنا عليك الله، هذا بريحك شنو؟ والله امشي يا اخي، ما تستأذن مننا، تفضل امشي، خلي بيتك خلي عرضك خلي اي حاجة، تفضل امشي، امشي لموسى ده اسمع كلام موسى ده ولا اسمع دنقر ده، ده اللي بيوروك الدرب، خليهم يرقوك طيب. ما يمرقوك من نيران القوات المسلحة، اللي يمرقوك من النيران بتاعت الدعم السريع ده المصدقاء الدعم السريع. مشوا الناس جو راجعين تاني استعادوا الفرقة، يا هدي الفرقة استعادوا، اسمع الفيديو حقهم، دي الترتيبات اللي حصلت. شايفين ده عربيتهم؟ فرقة 17 سنة تاني، عندك شنو يا قمر؟ عندك شنو فيديو لطيف نشغله للنازل؟
والدشمان شغال حس. تفضل. ديل الرجال قاعدين حسي بيحاربوا حسي، وانت بتسمع فين؟ هم داقين ذخيرة، بل ما في دعامة حيمرق من سنجة دي. حسي احنا بنتكلم، لا سنجة ما فيها اصوات، الجيش كله انسحب. خالتي في سنجة، عمتي في سنجة، ابوي في سنجة، مرتي في سنجة. لا ما بنسمع الكلام ده. هو ده الجيش ده؟ احنا نصدق مرتك ليه؟ ما هو ده الجيش. حسي ندور بالفيديو، جيب خلي مرتك تجيب فيديو. طيب تاني عندك شنو يا قمر؟ عنده فيديو لطيف كده عمله غنائم بتاع السنجة. تفضل. ده في سنجة الكلام ده؟ ما هو ده فيديو. اسوي لك شنو انت؟ انت مش شفت زول جاري؟ اهو ده الزول قاعد وبيحارب، ومسك العربية بتاعت الدعامة صورها بنمرتها، وماسكين أسرة من الدعم السريع، ولسه حتتوالى الغنائم بإذن الله وفضل الله. تاني انت داري شنو الدعامة عملوا شنو يا قمر؟ انت عملت لك فيديو لطيف كده، وين ده زول رسل قمر؟ ها العز المغربي، اقسم بالله العظيم في غلو الديشي يا الله دار صدق. اسمع الرسالة دي من جوا سنجة. تفضل اسمعها. دي رسالة من جوا سنجة. تفضل. هذه رسالة من مرسلة زول القمر. القمر عنده كود اسمه ود العز المغربي. اها. العز المغربي، اقسم بالله العظيم في غلو الجيشي يا الله قال صدق سيجا ساعتين عرات الاثنين مرق وجري، ما زال الفن مستمر ومنتصرين بدر. البيشي ومعاه كيتل قالوا صوروا جنب الباب بتاع القيادة بتاعت الفرقة 17. مواطنين من جوا سنجة قالوا لك انا الناس ديل ساعتين ما استلموا. عندكم زول قاعد في سنجة ما بتدوروا تسمعوا، ضربوا لنا ناس قناة الجزيرة. اسمع شهادة. تفضل. بتفضل اسمع شهادة الزول عشان ما تيجي تلف وتدور. ضربوا له تلفون عديل ناس الجزيرة. استطاعت قوات الدعم السريع الدخول إلى مدينة سنجة عاصمة بالفعل استطاعت قوات الدعم السريع الدخول إلى مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار. مرحب. مرحبا الأخ أحمد طه، وأيضا مرحب بمشاهدينا. أنا الآن لحسن الحظ بتكلم من سنار ومن مدينة سنجة. نعم. من مدينة سنجة اللي كنا فيها اليوم، وحقيقة نحن متحسبين. أول حاجة الذي حدث هي بدأ على فرقة إعلامية زي التي حدثت في سنار. يعني أول حاجة مدينة سنجة بتبعد من مدينة سنار تقريبا حوالي 70 كيلو. هذه القوة يعني خرجت من الجبهة بتاع جبل موية جنوبا ومشت تقريبا حوالي 40 كيلو، واتت متسلله بمواتر اولا. تقريبا المواتر طبعا هي ما بترصد، ودخلوا حقيقه زي ما عملوا في سنار قبل كده، واطلقوا يعني كثير من الرصاص والقذائف، والغلظ هو اثاره نوع من البلبله واخراج المواطنين وكده يعني. وبحمد الله الموضوع ده انتهى.
الان يعني كما ضربوا في بدايه النار هذه المجموعه الان ضربت، لان حقيقه هي مجموعه رفضت يعني ان تقوم بعمليه انتحاريه، واداره الباب بلا فيهم من غضب وفيهم من تراجع الان، وهنالك القوات وصلتهم من سنار وصلتهم من الفاو وما في يعني. فانا الان بتكلم من داخل سنجا وموجود في داخل سنجا، والموضوع ده كان على افراد مدينه سنجا، والحمد لله تم القضاء عليه تماما. أنت الآن تحدثني من داخل مدينة سنجا سيد التوم هجو. أنا الآن بحدثك من داخل مدينة سنجا، ودليلي أنا اليوم الصباح أتى الرئيس البرهان ولم أكن في سنار، لأنه أصلا كنا نحن منعيد، وقبل ثلاثة ولا أربعة يوم هذه القوة مرصودة. قبل ثلاثة ولا أربعة يوم هم بيعدوا بيعملوا في استطلاع ومكشوفة تماما، يعني ما كانت مفاجأة بالنسبة لي أنا. لا تستمع لأي أصوات نيران أو اشتباكات في هذه اللحظات؟ بأي خالص 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 خالص، ما أنا بتكلم معك من سنجا وما في أصوات نيران، لأن أصلا المجموعة دخلت هي مجموعة بتاعت مواتر يعني. مواتر تقصد اللي هي الدراجات النارية سيد التوب؟ أيوه دراجات نارية، نعم دراجات نارية وعدد متسللة عبر المحور الغربي وماشي حوالي 60 كيلو، فما في يعني الوضع يعني، وتم التعامل معه وما زال في جيوب، لكن حتى زي ما انت ذكرت حتى الاصوات مش موجوده يعني. طيب انا طبعا وسائل التواصل الاجتماعي مليئه الان بالحديث، لا حديث في السودان الا عن سنجا ودخول الدعم السريع لها، حتى ان بعضهم يقول، وانا اقرا لك، انا لا استطيع ان اقول ان هذا الكلام صحيح ام خاطئ، يقول ان الدعم السريع دخل اجزاء من مدينه سنجا وانسحب الجيش السوداني، هذا الكلام ليس له اساس من الصحه من وجهه نظري. أول حاجة الجيش السوداني غير موجود أصلاً في سنجا عشان ينسحب. وري وري عليكم. الجيش السوداني كله حقيقة هو في محور سنار. وري. لا يوجد جيش أصلاً في سنجا عشان ينسحب. الموجود هي ما هو هي هي أين تقع الفرقة 17 للجيش السوداني؟ أيوه الفرقة 17 هي تقع داخل مدينة سنجا، لكن الآن المعركة بتدار من متحرك النيل الازرق، كل هذه الفرق الان موجوده في سنار. والغالب كلهم كانوا موجودين في سنار. ولحد الان يعني ما ان الحق ما في جيش عشان ينسحب، وهذه القوة يعني تم القضاء عليها وما بقى يقضى عليها. من الذي قضى عليها؟ من الذي تصدى لها؟ الجيش السوداني، الفرقة 17 ام المستنفرين ام الدفاعات الطبيعية، الارتكازات الطبيعية، لأنه زي ما قلت لك دي مجموعة بتاع الدراجات النارية التي دخلت. كم كان هل عندك فكرة كم كان عدد القوات التي حاولت الدخول من قبل قوات الدعم السريع؟ حوالي 40 موتر اللي دخلت يعني تزيد 40 40 دراجة نارية فقط. 40 دراجة نارية. وكل دراجة نارية عليها جندي أو يعني فرد من القوات المسلحة أو أكثر. هو طبعا ده واحد من تكتيكاته، تقريبا أي دراجة نارية فيها اثنين وثلاثة، وأصلا بيجوا يعني بغرض السبت والنهب، وفعلا دخلوا في الغرى الغربي سنجا وسرقوا العربات ونهبوا كعادتهم يعني. ودي طبيعاتهم، نفس المجموعات اللي قاعده تسكن كانت في الجزيره وتنهب هي المجموعات يعني. طيب انت تقول انهم دخلوا ونهبوا ثم عادوا لادراجهم مره اخرى، يعني سامحني هل المساله من البساطه بمكان ان يدخلوا ثم يعودوا مره اخرى، يعني النهب والسلب كما تقول ثم يعودوا لادراجهم مره اخرى؟ عاد من عاد منهم، لانهم قبل ان يصلوا هنا هم مروا بثلاثه اربع غرى يعني الجويزات والانجفاو مروا بثلاثه اربع غرى. ثاني في حاجه يا اخواننا، في حاجة الجيش حسي بيرجع في سنجا وبيطمم في سنجا وبيأمن في سنجا، وعندنا معركة حتكون كبيرة جدا، معركة حسم الدعم السريع في المنطقة دي في سنار وفي جبل موية. احنا والله بدل نجي نقول جيشنا انسحب جيشنا هرب، قال لكم اساسا في سنجا ما كان في جيش، الجيش كله تحول الى سنار، مشينا سنار اشتغلوا لنا الاعلام المضاد، امرقوا اهربوا اطلعوا
هزوا القوات المسلحة، جاكم القائد ونائب القائد وقاعدين معاكم. الناس اللي عندها اعتراضات في حركة القوات المسلحة، في تعامل القوات المسلحة، ده الكلام اللي احنا دارين الأفكار الإيجابية، الخطط والحلول لحسم المعركة. أنا بقترح إنه جبل موية ده يتحرر في الساعات القادمة دي، أي قوة قاعدة في جبل موية تتحسم، ما في حاجة اسمها تاني تخطيط، ونتحرك بقواتنا الكبيرة دي كلها وجيشنا ده نبدأ نتقدم. دي مقترحات الناس تضغط فيها، نضغط الجيش، نضغط المستنفرين، نضغط المقاومة الشعبية، نضغط الإدارة الأهلية، تضغط القيادة، تضغط الزول الما نافع في القيادة ده كله يتبله ذاته. زيارة البرهان الليلة سنار أول حاجة المفروض يكونوا رفعوا له التقرير عن اللي حصل في جبل موية. هو الدعم السريع ده تاني قدر يرجع لها كيف؟ لازم يكون في تقرير، ولازم تكون في محاسبة، لازم البرهان يحاسب الناس دي، ولازم احنا نحاسب البرهان انه ساكت عليهم ليه. اللي حصل في جبل مويه هو الخلل اللي خلى القوات دي تتسلل من جبل مويه تصل لحد سنار، واحنا عارفين انه احنا محاصرين هنا. دي الايجابيه اللي احنا نتحرك فيها. الحلول شنو عشان تستعيد سنجا؟ الدعم السريع واعلام الدعم السريع بيديك في حلول انك تمرق من سنجا، تمرق من سنار، تهرب من السودان. دار تمشي وين؟ انت عاوز تمشي وين؟ تاني عندكم شنو يا قمر؟ فيديو بتاع ال الفيديو بتاع انت عندك فيديو لطيف كده، قال لك قبل وبعد دعامة جيش صرفة. تشكر يا حبيبنا، اسمع اسمع الشغل ده من البداية. شايفين ده عربيتهم؟ الفيديو ده عليك الله يا قمر يا اخي، اعمل له شير، خلوا الناس يشيروا يا اخي. دي بدايه الدعم السريع لما نخلصه. الله اكبر الله اكبر، جوا يا شايفين دي عربيتهم؟ تعال 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 جوا، تعال يا جاي جوا. والله سالك عن السود، ليه عربيتهم؟ ليه عربيتهم دي الفرقه؟ ليه عربيتهم دي الفرقه؟ والله الله اكبر الله اكبر، دي الفرقه ما حفر دي الفرقه ما في حاجه. ليه هذا الليله فيديو بيختلف؟ وحبيبنا القمر عارفني انا حفتش الغنية، قام هو ذاته عمل لها سكرين من لايف قديم، لايف يوم 29/7/2023، فعمل لها سكرينة ونهديها للسادة القحاتة. السادة القحاتة، اسمع الشغل ده، السادة القحاتة، الغنية دي هدية ليكم والله العظيم. هسه تشتغل لك، اصبر. مختلف.